بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا الآن إلى فقرة أخبار السعودية اليوم. نبدأ مشاهدينا من صحيفة الرياض، إذ طالب عضو مجلس الشورى سعود بن عبد الرحمن الشمبري بتغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت. وساق الشمبري لإقناع المجلس بتوصيته عددا من المبررات، جاء في مقدمتها أن المملكة البلد الوحيد في العالم المنفرد بعطلة نهاية الأسبوع لا يتفق معه فيها أحد، كما أن المملكة تخالف دول العالم بأربعة أيام، وهو ما يضيع العديد من الفرص والأموال والوقت لعدم توافق أيام العمل. إضافة إلى أن جميع الدول المجاورة التي تشترك في مصالح اقتصادية واجتماعية مع المملكة تعتمد يومي الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع. إلى صحيفة الحياة، إذ كشف وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي عزم وزارته لإطلاق مبادرة توظيف المرأة من منزلها، مشيرا إلى التوجه لتوفير خدمة هاتفية مجانية للإبلاغ عن المحال المتخلفة عن تطبيق تأنيث المحال النسائية، في خطوة تهدف إلى توسيع الرقابة عليها. وعلى رغم مرور عام على تصريح وكيل الوزارة هذا، إلا أن الوزارة لم تتخذ خطوة على الأرض لتحويل الفكرة إلى واقع. وتسعى الوزارة بحسب التخيفي إلى العمل على إزالة التحديات التي تواجه العمل النسائي، ومن ذلك توفير المواصلات وتحديد ساعة العمل. طبعا هذه المشاكل الشائعة انه هي المواصلات وتحديد ساعة العمل، وفي مشاكل ثانية، لانه احنا في برنامج سيدتي من يوم ما انطلقنا واحنا نناقش هذا الموضوع، عملنا عنه حتى استبيان وشاركوا فيه البنات البائعات، شاركوا فيه حتى الزباين في السعودية، وكانت فعلا مشكلة المواصلات بالنسبة للبنات هي المشكلة الرئيسية، وطبعا تحديد ساعة العمل. عموما ننتقل مشاهدينا لخبر من صحيفة عكاظ، اذ كشف عبد الله الاحمر الخبير العقاري ان حجم الاستثمارات العقارية لسيدات الاعمال في محافظة جدة يبلغ نحو 6 مليارات ريال تتجه نحو مخططات الأراضي. وأرجع تفضيل استثمار سيدات الأعمال للعمل في المخططات الحديثة إلى كونها مجالا خصبا للتداول والاستثمار، في حين أكد توجه المستثمرات إلى الإشراف والمتابعة وتصميم الديكورات الداخلية للوحدات السكنية، نظرا لتميز المرأة في اختيار مستلزمات التشطيب وفق معرفة أذواق شرائح المجتمع. من العقار للتعليم، ننهي جولتنا مع فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الرابعة والذي يغلق أبوابه اليوم. المشاركة النسائية في المعرض كانت كبيرة، وأتاح المعرض الفرصة للفتيات الراغبات في إكمال تعليمهن للاطلاع على ما عرضته 436 جامعة ومؤسسة عالمية، إلى جانب 51 جامعة ومؤسسة سعودية. هذا الموضوع مشاهدينا، رحب عبر الهاتف بالدكتور فيصل أبو الخيل الملحق الثقافي السعودي ببريطانيا. أهلا وسهلا بك دكتور فيصل. حياكم الله، وأنا سعيد بالتواجد معكم في هذا برنامج مبارك إن شاء الله. إحنا سعد دكتور. دكتور أبغى أسألك أول حاجة عن المشاركة النسائية في المعرض، كيف وجدتها؟ كيف كان الإقبال من النساء تحديدا؟ حقيقة يعني كانت الزيارات على جناح الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة من قبل الإخوات وال يعني المبتعثات أو من يرغبنا بأن يبدأنا برنامج الابتعاث، كانت زيارات في عددها كبير جدا. نعم. وفي نوعيتها متميزة، فقد يعني لفت انتباهي يعني ذلك القدر من النضج في تفهم ضيف البرامج التي تقدم في الجامعات والمراكز البحثية في المملكة المتحدة. لذلك وضوح الرؤية ووضوح الهدف فيما يخص ما ستقدم عليه الابنة أو الأخت الكريمة، سواء كان للدراسة العليا أو كان لنشاطات بحثية محددة. بكل تأكيد الزيارات لجناح الملحقية في عددها وفي نوعها ملفتة للنظر بشكل إيجابي.
نعم دكتور فيصل، يعني فكرة الابتعاث بشكل عام يعني جنة ثمار غير متوقعة، حتى احنا توقعنا انها راح تنجح بس ما توقعنا بهذا الشكل، وشايفين احنا قد ايش الحمد لله حتى المبتعثين بيضوا وجيهنا برا وكان سفراء خير سفراء لنا. بس ابغى اسالك بالنسبة لمخرجات التعليم ومقامتها بالسوق، سوق العمل السعودي، قد ايش تشوفها ممكن تتحسن على الاقل مستقبلا، ممكن يصير في توجيه اكبر في الابتعاث؟ الملحقية الثقافية في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية نظمت فعالية لها علاقة مباشرة بسؤالك أختي الكريمة، ألا وهي يوم المحنة، التي شارك فيها تلك الفعالية شارك فيها ما يتجاوز 60 جهة للتوظيف، سواء من القطاع العام في المملكة، جامعات أو وزارات، أو من الشركات والمؤسسات الخاصة. فلفت الانتباه ذلك تلك الرغبة من الشركات والمؤسسات التي شاركت في استقطاب أبنائنا وبناتنا المبتعثين. ليس ذلك فقط، فإنما لاحظنا أن هناك رغبة في استقطاب من هم على رأس البعثة، كيف تهيئ لهم إن شاء الله فرص التوظيف حال التخرج. فطبعا الوعي الذي تحقق لدى جهات التوظيف بأن هؤلاء المبتعثين ابتعثوا بمؤهلات متميزة بقدرات عالية، وكذلك استوعبتهم جهات تعليمية ذات صيت، جهات عريقة، جهات تستطيع التفاعل مع متطلبات التوظيف المنحرف. بس أنا ما فهم دكتور، يعني هل أنت تشوف دكتور فيصل تشوف أنه يعني متوائمة مع سوق العمل في السعودية مخرجات التعليم وحتى الابتعاث اللي بيصير لبرة من خلال التخصصات اللي بيختاروها؟ إلى حد الذي مثل ما ذكرتك، يعني إلى حد أنها وصلت المشاركة لهذا العام من الجهات التي ترغب باستقطاب أبنائنا إلى ما تجاوز 60. يعني هذه الجهات لم تتجاوز 30 أو 35 في السنوات القادمة. هذه السنة وصلنا تقريبا 65 جهة، نتوقع في السنوات القادمة جهات أكثر، وهذا فقط في المملكة المتحدة طبعا، ناهيك عن ما يحصل نعم. يعطيكم ألف دلالة على الوعي وأهمية استقطاب هذه الطاقات المتحدة. نعم دكتور فيصل، يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود، أشكر جزيل الشكر لوجودك معنا دكتور فيصل أبو الخيل، الملحق الثقافي السعودي ببريطانيا. مشاهدينا كانت هذه أخبار السعودية، خلونا نروح فاصل قصير ومواصلين معكم سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، البساطة والأناقة عنوان جلبية المصممة الإماراتية مريم المزروعي.